السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيضا سؤال آخر يقول حكم نظر إلى عورة المريض. الناس في المستشفى الآن كتكون ممرضة أو ممرض أو كتكون طبيبة أو طبيب، والمريض الذي هو في الفراش نضطر أن نكشف على عورته باش يأخذ الدواء اللازم، هل هذا مفطر أم لا؟ العلماء يقولوا أن الأصل أن الإنسان لا ينظر إلى عورة الآخر إلا للضرورة. إذا كانت ضرورة نعم، لأن القاعدة الشرعية كتقول الضرورات تبيح المحظورات، ومنها الضروريات هي التداوي والعلاج. فإذا كان الإنسان من أجل التداوي والعلاج يجوز له أنه ينظر إلى عورة المريض، ولكن في حدود الضرورة، أنه لا يتطلع وإنما في حدود الضرورة ما دام ذلك للعلاج. لأن العلاقة الجنسية اللي ربي حرمها والجماع حتى بين الزوج والزوجة بقصد المتعة، أما هذا من أجل العلاج مريض غداويه لا شيء عليه. والعلماء يقول لك الضرورة تبيح المحظورات، ولكن دائما نبقى في واحد حدود ضيقة، لأن قاعدة أخرى كتقول لنا الضرورات تقدر بقدرها، يعني كناخذ غير القدر المحدد المطلوب ولا أتوسع. وكيكون الصيام للإنسان صحيح بإذن الله تعالى ولا شيء عليه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.